صباحنا لليوم في فقرة من القدس رح يبلش من قلب العاصمة المحتلة وتحديدا من سوق مميز موجود في البلدة القديمة. هذا السوق مشاهدينا يتميز بجماله المعماري وأيضا يضم العديد من المعالم التاريخية الإسلامية والمسيحية. جولتنا لليوم رح تكون من قلب سوق الدباغة، سوق أفتيموس. تعالوا أنا وإنتوا نروح لضيف حلقتنا ونشوف المعلومات التاريخية اللي مجهز لنا إياها. خليكم معنا. حالياً موجودين في المدينة المقدسة، هذه المدينة اللي فيها عدة أحياء وعدة أسواق ومن ضمنها سوق أفتيموس، السوق الرائع، سوق الدباغة اللي لاحقاً تحول وتسمى سوق أفتيموس. بعدين نحكي لكم ليش تسمى أفتيموس، لكن هذا السوق امتداده كيف نوصل عليه؟ بنوصل عليه من باب العمود وبنوصل بطريق خان الزيت. في منتصف خان الزيت أول دخلة على اليمين باتجاه الغرب راح نشوف فيه ساحة ونشوف فيه الأقواس ونشوف فيه إطراز المعمار الأوروبي الجديد اللي تكون منه هذا السوق الدباغة اللي هو على طريق البارمستان وبدخل لكنيسة القيامة. طبعا هذا السوق سوق مميز جدا، تقريبا انبنى بأوائل القرن العشرين، بأواخر القرن 19 أوائل القرن العشرين. السوق عشان يجمع كل المحلات السوفونير ومحلات الهدايا ومحلات البضائع اللي تتميز فيها المدينة المقدسة، خصوصا للسواح والتجار والأجانب اللي بيجوا على المدينة المقدسة باتجاه كنيسة القيامة. طبعا باتجاهنا لسوق أفتيموس لكنيسة القيامة في عنا كنيستين مهمة جدا، كنيسة نيفيسك الكنيسة الروسية اللي بيعتقدوا هي كانت أحد الأبواب الرئيسية لكنيسة القيامة بالفترة البيزنطية بفترة هيلانا لما بنت الكنيسة، وكمان في عنا كنيسة مهمة جدا كنيسة الريديمر أو كنيسة الفادي اللي هي كمان بترجع للفترة الصليبية وأعادوا بنائها تقريبا بنفس الفترة اللي بنت فيها سوق أفتيموس عشان يكون في تنافس بين الجاليات وبين الديانات أو بين الطوائف اللي كانت في المدينة المقدسة، خصوصا هذه ألمانية وهذيك غريك أرثوذكس. طبعا حين واقفين على المدخل الرئيسي تبع سوق أفتيموس، هذا المدخل المميز فيه بسموه قوس النصر عشان بتكور من ثلاث أقواس زي الموجودة في باب العمود بالفترة الرومانية، كيف كان باب العمود من ثلاث أقواس، فهذا هون بنشوف هذا التميز فيه أنه فيه ثلاث أقواس. طبعا هو بتكون من سبع مداخل غير المداخل الفرعية الموجودة فيه. أمتى انبنى هذا السوق؟ تقريبا بأواخر القرن 19 أو القرن العشرين. طبعا كانت هدية ومنحة من السلطان عبد الحميد الثاني، عطاها للروم الأرثوذكس، عطاها لليارنوس اللي هو كان البطريرك تبع المدينة المقدسة والأشرف عليه اللي هو الأرشمندت أفتيموس. فهذا كليته ساعد على تسمية هذا السوق، مع أنه هو سوق الدباغة وكانت هون دباغة الجلود كليته، وهون كانت زي تميز موجود في المدينة المقدسة كل سوق في له محرفة معينة، هون كانت سوق الدباغة، هون كان دباغة الجلود كليته، هون كان سير التميز فيها. ومنشوف المحلات الموجودة لحد هلا في محلين ثلاثة بيبيعوا الجلود وكيف عملية صياغتها وكيف عملية تنشيفها وكيف عملية معالجتها لكل الجلود. طبعا المميز بهذا السوق انه هو قريب جدا من كنيسه القيامه وقريب جدا من كنيسه الفادي وقريب جدا من كنيسه النيفيسكي، فكل السواح اللي بوصلوا على هذه المدينه مهم جدا يكون في لهم اسواق قريبه عليها عشان ما يروح على سوق كثير بعيد. فكل المحلات هون بتتميز بالهدايا والسوفونير وخصوصا خشب الزيتون المعروف فلسطينيا وكنعانيا انه اعاده استخدام لخشب الزيتون. طبعا عملية بناء السوق على الطراز الأوروبي كانت مميزة جدا، والحجر المستخدم الحجر الأبلق الحجر الأحمر. هلا كيف بيصير الحجر لونه أحمر؟ من تفاعل الحديد معه فبياخذ اللون الأحمر، فبناخذ اللون الوردي. ومنطقة جنوب الخليل أو منطقة جنوب فلسطين مميزة جدا بالحجر الأحمر، وهذا الحجر الأحمر كثير غالي أغلى من الحجر الأبيض. فالألوان اللي كانت مستخدمة هون عشان يفرجي الطراز الأوروبي بعملية البناء زي روما القديمة، اللي بروحوا على روما بشوفوا كل هاي التفاصيل الموجودة فيها. فالأقواس الموجودة هون والتيجان الموجودة هون والأعمدة الموجودة فيها هون كلها اختزلت، أو شيء القوس إسلامي
معروف عبر التاريخ، ويعاد استخدامه بفترات اللاحقة جدا عشان يحافظ على المدينة ما يكون في شيء غريب عليها، لأن المدينة مدينة 1400 سنة، مدينة إسلامية كل الأقواس فيها موجودة، فيها كل شيء تراث فلسطيني كنعاني إسلامي موجود فيها. ما زلنا بسوق أفتيموس اللي هو سوق الدباغة، وبنشوف هذه النافورة الموجودة هون. طبعا كان صعب جدا ان يكون في حديقة بهذا المكان، فكانت المي اللي هي رمز الحياة، فالتصميم والتماثيل الموجودة فيها وعاد تكوين الحجارة الموجودة فيها كلها ترمز للعصور ما بداية الفترة المسيحية. طبعا استخدام الحجارة البيضاء الموجودة هون، الحجر الجيري الفلسطيني الموجود فيها مميز فيها، وعاد استخدام الأعمدة الجرانيت بجنوب فلسطين كمان مميزة فيها. وبنشوف الشعار تبع الكنيسة الأرثوذكسية اللي هو الحرف التي والأو اللي هو تافس اللي هو الحديقة أو اللي هو حديقة القبر المقدس. طبعا وراها كمان بنشوف البرج العالي اللي هو برج الفادي أو برج الريديمر نسبة للكنيسة بترجع للفترة الصليبية. فهذا السوق المميز، وبنشوف كيف الناس قاعدة، يعني سواء المهتمين بالطراز المعماري والبناء المعماري بسوق أفتيموس وسوق الدباغة، كمان التنوع الموجود في المطاعم، فالمطاعم كانت صارت دخلت على هذا السوق لأنه كثرة المحلات التجارية كمان بدك الناس ترتاح، فصارت فكرة أنه تنفتح فيها مطاعم عشان كمان تقدم خدمة الطعام والشراب للسواح بالأكل الشرقي بالأكل الفلسطيني المميزة في هذه المدينة المقدسة. طبعا اللي يميز بهذا السوق انه كل الطوائف المسيحيه والمسلمه كانت توصل على المدينه المقدسه بكل طوائفها كانت توصل على هذا المكان عشان تنام بالخانات، عشان تنام بدور الضيافه الموجوده هون التابعه فيها. طبعا كل واحد ثاني يوم يروح على حسب الانتماء الدين تبعه، اذا كان مسلم يروح باتجاه مسجد الاقصى المبارك، واذا كان مسيحي بيزع على كنيسه الايام اللي كانوا يفتحوها المسلمين يوميا. وهذا السوق جمعهم كلياتهم سواء بالخان وبالتجاره وبالحمامات. فطبعا بتعرف انه كان الواحد لما يسافر 6 شهور 9 شهور يوصل على المدينه المقدسه، اول شيء بده اياه يفوت على الحمام يتحمم، بعدين بسمع اخبار المدينه المقدسه، وبعدين بصير التبادل التجاري المشهوره في المدينه المقدسه من ضمنها سوق أفتيموس. طبعا سابقا كان جزء منه سوق الذهب، فكان الذهب احد اهم التجاره الموجوده فيها، بعدين انتقل لعده مراحل، حاليا تحول كلياته لسوق الدباغه، ولاحقا لما عاد بناؤه كمان مره سمي بسوق أفتيموس. طبعا ما ننسى بالفتره الايوبيه كمان في السوق البرنستان اللي كان جنبه مستشفى، وكمان جنبه السوق لانه كان في مسجد عمر، وكمان في عندنا كمان الكنيسه وغير الكنائس الاخرى المحيطه بهذا المكان مع مسجد عمر بن الخطاب. بسوق أفتيموس بنشوف التنوع الموجود فيه، التجارة من بسط من تطريزات من نحاسيات من فخار من كثير تفاصيل، وكمان أهم شيء السوق المميز فيه سوق الدباغة اللي هو الجلد، يعني هذا الجلد اللي هو الأساس تبع هذا السوق، بنشوف كل الموجودات الموجودة فيها. طبعا السائح اللي بيجي هون عنده تنوع، يعني ممكن يختار اللي بده إياه سواء جلود سواء نحاسيات سواء بسط سواء تطريز سواء سجاد سواء أي شيء موجود، من أثار من عملات من فخار من حديد من نحاس من كل شغلات هاي موجودة فيها. وطبعا من المطاعم اللي بتتميز بالطعم الفلسطيني المميز بكل الأكلات الفلسطينية، الحمص الفلسطيني، الفلافل الفلسطيني، التبولة الفلسطينية، يعني كل هاي الشغلات، المسخن الفلسطيني، المجدر الفلسطيني. بعض مرات المجموعات تطلب منا مقلوبة فلسطينية، مش مقلوبة هذولاك، مقلوبة فلسطينية، مسخن فلسطيني، حمص فلسطيني، ما بدهم حمص هذاك، بدهم حمصنا احنا. هذا الحمص مميز فيه بلاد الشام. وبهيك بنكون عرفناكم على أحد أهم أسواق المدينة المقدسة، سوق الدباغة، سوق أفتيموس، اللي جمع كل الطوائف المسيحية والإسلامية في هذا المكان بكل مكوناته التاريخية بالثقافة وبالتراث الفلسطيني من المدينة المقدسة، سوق أفتيموس، سوق الدباغة. بتمنى تكون عرفناكم على أحد أهم أسواق المدينة المقدسة.